خليني نقول لما نتكلم على هذه اللائحة، هي تعتبر أولا أو تصنف في خانة السقطة وفي كذلك خانة التجاوز الغير المقبول وفي التصرف كذلك اللا أخلاقي للبرلمان الأوروبي، لأنه حينما نأتي في إطار تحديد قائمة الأولويات كان يفترض على البرلمان الأوروبي أن يناقش وقع الحريات داخل الفضاء الأوروبي، مثل ما قلت أن يبحث في التقارير الصادرة على منظمات أوروبية التي تتحدث على وقع حريات الإعلام داخل الدول الأوروبية وإلى كذلك ما يواجه هذا المصر. من ناحية ثانية كذلك كان الأجر كذلك على البرلمان الأوروبي أن يناقش تطور الأحداث في الساحة الفرنسية من خلال مجموع من الوضعيات التي يفترض أنها تكون ضمن الأولوية، أنه كان كذلك يفترض أن يتحدث على الاعتداءات الوحشية لنظام المخزن المغربي على حقوق الشعب الصحراوي، وأن يناقش كذلك المسائل المرتبطة بالرشاوي والفضائح، وبالتالي يعني لا يمكن أن ترمي الآخرين بالحجارة وبيتك من زجاج. كان فبالتالي البرلمان الأوروبي بهذه السقطة هو كشف وفضح النوايا بأن الجزائر اليوم بثباتها بمشروعها الوطني بإرادتها المتكاملة أصبحت تزعج وأصبحت كذلك تقلق تلك الدوائر الأوروبية التي تسعى إلى البحث على الفوضى وعلى البحث كذلك على اللا استقرار، باعتبار أن الفوضى واللا استقرار يخدمها ويخدم كذلك مصالحها، والجزائر أكبر بكبير على مثل هكذا ممارسات.